هل حضراتكم تعلموا أن تشكيل منتخبنا الوطني في مباراة جنوب إفريقيا الأخيرة اللي اتلعبت اتغير ثلاث مرات من اتحاد كرة القدم أو من رئيس الاتحاد قبل المباراة بيوم أو بيومين؟ خافيير أجيري قعد مع أحمد علي ومع نبيل عماد دونجا، قعد مع الاثنين لعيبة دول وقال لهم إن أنتوا هتبدأوا المباراة. قعد مع، أنا بتكلم بالأسماء أهو، بقول لكم بالأسماء اللي أنا بتكلم عنها. قعد مع أحمد علي أو لمح لهم إن هم هيكونوا متواجدين في التشكيل الرسمي لمباراة جنوب إفريقيا أو في الـ 11 لاعب. وده بيفسر الحقيقة، لما الواحد عرف الكلام ده فسر لي قد إيه إن التغيير اللي اتعمل لأنه مش عايز يبقى أو عايز كان أحمد علي يبدأ المباراة لولا التدخلات من رئيس الاتحاد إن أحمد علي ما يبدأش هو ولا نبيل عماد ويبدأ بمروان محسن والنني، لأن كان هيبقى على حساب أحمد علي على حساب مروان ونبيل عماد على نبيل عماد دونجا على حساب النني. هل تعلموا أن اتحاد كرة القدم أو المسؤولين أو المشرف العام على اتحاد كرة القدم دخل واتكلم مع أجيري وأجبره أن هو يلعب اتنين لعيبة هو ما كانش عايز يبدأ بيهم طبعا أنا ما أعرفش إيه اللي دار بينهم، ولكن أكيد ما كانش عايز يبدأ بيهم لأن هما كان عايز يخلي أو يعلي البدلاء شوية، لأن هو من وجهة نظره أن هو لما جه اختار 11 لاعب أو 12 لاعب فقط الأساسيين اللي دايما بيلعبوا بشكل مستمر خلال الفترة اللي فاتت.